نعود مشاهدينا الى ضيفنا هنا في الاستوديو السيد نور الدين مفيد الحموري لاستكمال الحديث عن تطورات الوضع في الولايات المتحده او الحدث وتعليق على الحدث حدث فوز اوباما. قبل قليل كنا استمعنا نور الى ميت رومني ألقى تحية لمقربيه لزوجته لأولاده لمن كان وقف معه في حملته الانتخابية ولفريق العمل للمانحين للمناصرين للمتبرعين للجميع، بالإضافة إلى أنه تحدث عن موضوع ضرورة العمل على دعم الشعب الأمريكي، توفير التعليم اللائق، توفير المساكن اللائقة للمجتمع الأمريكي وتوفير الوظائف كذلك. بمعنى أنها كانت رسالة هنا إلى الرئيس أوباما وتذكيره ربما بالرهانات الاجتماعية الداخلية تحديدا، خاصة أنه قال دع الديمقراطيين والجمهوريين والسياسيين إلى جعل الشعب الأمريكي كأولوية قبل السياسة، الشعب قبل السياسة. ما الذي يمكن أن نفهمه من هذه الرسالة؟ يعني في الوضع الطبيعي مرات نستغرب مما يتم الحديث عنه، لأنه يعني شهدنا خلال الفترات الماضية سواء جورج بوش الأب أو جورج بوش الابن، جميعها كانت تأتي في البداية لصالح الشعب الأمريكي والحديث عن الشعب الأمريكي والحديث عن وضع الشعب الأمريكي، لكن في النهاية كل ما يصرف خارج الولايات المتحدة الأمريكية هو ضد الشعب الأمريكي دليل الحروب التي أموال الشعب الأمريكي بالتأكيد بالنهاية هي دافعين ضرائب، وكانت بنفس الوقت ضد الشعب الأمريكي وعلى مزاعم لم يتم تحقيقها مثلا سواء في العراق أو سواء في أفغانستان إن تم ذلك. هذا من ناحية سياسية. من ناحية اقتصادية فعليا الديمقراط إن نظرنا إلى كامل التاريخ الأمريكي نرى أن الجمهوريين يأتون بحروب لكن يقومون بسياسة تسمى إنعاش الاقتصاد في حالات الحرب، لكن مع نهاية الحرب بالتأكيد سنرى تدهور في الاقتصاد. يأتي الديمقراط لتحسين ما خلفه الجمهوريون. فنوعا ما التاريخ يعيد نفسه، ليس حتى في الأسواق، يعني حتى في السياسة نرى ذلك الآن. لكن يعني نستغرب عندما يقول مثلا ميت رومني أنه نضع السياسة قبل الاقتصاد. أوكي، بحملتك الانتخابية قلت أنك لا تريد رفع الضرائب على الشركات الكبرى. لا، هو يقول الشعب قبل السياسة. عفوا، الشعب قبل السياسة. أوكي، لكن أنا ما بقتنع أنك لن أقول كعربي أو كشخص خارج الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون سياسة تقول على أنه استمر في إعطاء المزيد من التسهيلات للشركات الكبرى. كان يعتزم على فكرة خفض الضرائب على الشركات الكبرى. نعم، هذا نوعا ما غير 40% حتى 25%. هذا نوعا ما غير مقنع، لأنه من سيقوم بتعويض هذا الفارق هو في النهاية الشعب. فكيف نقول أن يعني من ممكن أن تقنع الشعب مثلا برفع ضرائب مرة بالسنة مرتين بالسنة لكن بنسب معينة، لكن أن, أن, أن تقوم برفع ضرائب بشكل كبير؟ وهلأ أصلا في الولايات المتحدة الأمريكية إن سألت كل الموجودين هناك لا يستطيعون فعليا تحمل عبء المزيد من الضرائب الآن، لأنه لم يكونوا متعودين على هذه الضرائب بشكل كبير. في الوطن العربي نحن متعودون بشكل أو بآخر على على وفي أوروبا على الضرائب، وفي أوروبا بالتأكيد، لكن أوروبا الآن أيضا أصبح الوضع يعني زائد عن حده. المجتمع الأمريكي ألف أن يكون، أو المستهلك الأمريكي أو المواطن الأمريكي ألف أن يكون مستهلكا بامتياز، لا يفكر في التوفير وما إلى ذلك، يفكر في نوعية أو كيف يصرف وكيف يستهلك، لأن الأموال تأتيه بسهولة. القروض الحكومة أجبرت المواطن على ذلك. والاقتصاد الأمريكي قائم في 70% بواقع 70% على الإنفاق الاستهلاك. هذا 100%، لأنه كما ذكرت بالدول العربية دائما يعني تعودنا على نوع ما من التقشف، دائما تعودنا على الضرائب الكثيرة دائما. في الولايات المتحدة الأمريكية نوعا ما الحكومة أو السياسة أجبرت الشعب على أن يظن، ممكن أن نقول أنه يعني من الممكن أن يحصل على كل شيء بكل سهولة من الحكومة، وهذا ما حصل. لكن في النهاية ممكن أن نقول أن الحظ نوعا ما لعب دور، أنه استحقاقات السندات لأجل الطويل اللي هي مثلا على مدار 30 عام أتت للأسف في بعد أو أتى استحقاقها بعد الأزمة المالية العامية أو في ظلها، فهذا ما أدى فعليا إلى يعني دبل الأزمة وليس أزمة لا ارتفاع العائد عليها وبالتالي ارتفاع التكاليف على الحكومة. هذه أحد الأشياء. مثلا في إسبانيا يوم أمس استغربت من رئيس الوزراء عندما قال في حال طلبنا مساعدات من البنك المركزي الأوروبي فهذا يعني انخفاض وشراء سندات، فهذا يعني انخفاض تكاليف التمويل، وهذا شيء نوعا ما هو يعتبر
يعني غير منطقي. لا هو بديهي نوعا ما، لكن هو غير منطقي لانه لان اقول لك لانه ليس منطقي وغير مقنع لدى بعض فئه من المحللين. نعم. لان الامر يتعلق هنا بشراء سندات لاجل 3 سنوات قصيره الاجل، وليست لا متوسطه ولا طويله الاجل. كيف ستتاثر السندات لاجل 10 سنوات او اكثر؟ سيكونوا مجبرين سواء البنك المركزي الاوروبي او الاتحاد الاوروبي بشكل عام. الان نرى التعنت كما حصل في كل في كل في كل في كل دول الاتحاد الاوروبي. اليونان قالت لا نريد مساعدات، ايرلندا قالت لا نريد مساعدات، الان المانيا تحاول تحرير تجارتها مع الصين. نوعا ما الامور يعني اصبحت بشكل او باخر، كما انه هناك شيء مهم في العام 2012 اللي احنا فيه الان، ما في اي قرار فعليا سمعناه من قبل القرار يعني حاسم للاسواق او قرار ايجابي للاسواق طوال العام 2012. كان هناك عمليه شراء للوقت، عمليه شراء للوقت يعني سنقوم وسنفعل، لان موعد اليوم كان الحاسم بالنسبه للقرارات الحاسمه. نعم. اتخاذ القرارات الحاسمه اقتصاديا او حتى في اوروبا. لكن صحيح. فقط بالنسبه هناك في ظل كل هذه الاوضاع النوردين، برزت في الفتره الاخيره مصالح الشركات بشكل كبير، وبالتالي عمليات او ما يعرف بالمصالح المصالح المالية، وكذلك الشركات أو عملية الضغط التي تقوم بها الشركات التي بدأت تلعب دور أكبر فأكبر. أدعوك لمتابعة